كيفاش كانت سفرتهم؟ والله الحمد لله وصلنا على خير وعافية وطلعنا بخاوتنا التوانسة وإن شاء الله الدوم هذه ال إقبال من الجزائريين أكيد إقبال كثير كبير إقبال كبير ال يسنوا في التران هذا عندهم مدة هم يسنوا فيه الخط قديها عنده من عام حابس من 2000 وعنده تقريبا 20 سنة تقريبا 20 سنة ودرنا قطار تجريبي قبل وصلنا با بوتي مي المرة هذه إن شاء الله فيها خير تعمل بينا دورة تورينا ها تفضل تفضل هذا يا سيدي باغومبار هذا باغومبار قهوة الماء لي جو لي بيسكوي و من عام قتل القطار هذا؟ هذا في التسعينات زادوا عاودوا رينوفاوه دخلوا الورشة تاع بالعباس وزادوا عاودوا رموه من ما كاين إشكال واحد هو القطارات التونسية صغار ما عندهمش لا طونسيون راح نقولوا له لا طونسيون في الماشينه في لا لوكوموتيف عجل لا كليماتيزاسيون تاع على هذيك جبنا جينيراتور كبير باش ياليمونتي لي كليماتيزور لي كليراج واذا عندهم هذا المشكل مي نجم نتجاوزوه مبدئيا مش كل الجزائر هي توقف القطار ايوه لا مش قطارات الجروب راك الجروب القطار القاطرة هذيك لا ماشين تحبس في غير دماء باش نطلقوا الساعة الرابعة باش توصلوا غد ان شاء الله من الرابعة درك نمشيو بالعقل نحن والو ما يزربنا وحدنا تتوقع باش تكون ثم اشكاليات على مستوى الاجراءات الحدوديه ربما تعطل في الوقت اللي نجم تعطل شويه ما تكونش تعطلات اطر ماه لي فورماليتي يديروهم في القطار ماشي راح تكون تعطلات هم يطلعوا من سوق هراس ويديروا لي فورماليتي في التران بعد كان سمين المحطات اللي باش يتعدى عليها من نابلس هو يجي من الجزائر الجزائر العاصمه يجي من الجزائر يمر على عدة مدن يحبس في عنابة يدير لا كوريسبوندونس يدير لا كوريسبوندونس وياخذوا التران هذايا يجوا معناتها باش يسافر من الجزائر العاصمة ياخذ قطار آخر ياخذ قطار آخر في عنابة بدل القطار هذا ياخذ عنابة من الجزائر العاصمة لعنابة سنترال كوشات في المراقد هذاك سنترال كوشات وهذا سنترال دي جور ما فيهش الكوشات اوتوماتيكمون مش راح يكون في الكوشات يبدلوا الفواياجور يطلعوا في القطار هذايا يعني انا من تونس نطلع من المحطه هذه برشلونه مش نمشي الجزائر العاصمه نوصل بالقطار هذا العنابه تشرب قهوه تشرب وتفطر وبعد تاخذ القطار الاخر باش تكلفني كنت صار برخص لا هي التذكره تشراها من تونس للجزائر تشراها من المحطه اللي انطلقتي منها الى الجزائر تحب تشري حتى من المحطه اللي انطلقتي الى وهران معناتها نجم بعد القطار هذا نجم يحل لنا الافاق نوصل حتى للوهران نوصل حتى توصل وهران ماشي توصل وهران هو اسمه هذا اسمه لو اتي يبدا بالا او تي الجي تونس هذه مازال في قدام العرب سبع عربات قدام المواطن يهز لا يهز ما شاء الله عندنا فاغون بار هذاك في بارتي تاع هذا عندنا في تونس قطار بالطول هذا عندنا نورمالمون سبع عربات موجودين سبع عربات يمشي الجيبس ويمشي الجيبس ويمشي الغردمان موجودين
هذا تصور باش يزيد يحرك في تونس هذا باش يحرك باش هذا كان قبل ما عندنا شريان نتاع الليني خط تيار نحن تونس الجيري قبل كنا نمشيو به المغرب هذا هاي رون المغرب تونس المغرب قبل كانت محلوله كنا نمشيو به تونس المغرب نحن برشا فيق بطبيعه الحال كان يدخل وجده تعمل كي تعمل نظره صغيره على الديوانه معناتها في مختلف معناتها النقاط الحدوديه تعرف شو معناتها ترى هذا شنو باش يعمل فهمت هو بطبيعته ترى هذايا معناتها باش يحل برشا فيه برشا فيه وباش يرتاح المسافرين باش يرتاحهم من على السفر هنا كل شيء موجود في ترى هو عنا هو عنابة كيف نمشيو لها محطات الأجرة؟ نمشيو لها في السيارات الأجرة سيارات الأجرة مش حتى لا ما كانش يكون هذا ان شاء الله انطلاق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا مش يكون انطلاق رجوع هذا رجوع رجوع خاطر انا مثلا توا ما احضرت على قبل احضرت واحضرت قصو